today I'm shooting for Hello's cover. Please welcome Gauri Khan, Maheep Kapoor and Bhavya. Never date two boys at the same time. If Shah Rukh Khan picks up 6 points. Hi Kara. أنباء من قلب الحدث وأخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. تصريحات حصرية وإجابات جريئة لكوري خان زوجة ملك بوليوود شاروخان على أسئلة كارن جوهر المثيرة للجدل، واتصال هاتفي لشاروخان مباشرة أثناء الحلقة يثير حماس المعجبين. نجمة بوليوود مالايكا أرورا في حالة سكر وثمالة وهجوم غير مسبوق عليها بعد انتشار فيديو حصري لها. نورة فتحي تعود بقوة وبجرأة زائدة في أحدث ظهور لها، وتفاصيل حصرية عن عملها الجديد. مفاجأة نهاككار الحصرية تثير غضب الجماهير وتجعلها محط انتقاد وهجوم. وإذا كنتم من متابعي أخبار نجوم بوليوود والدراما الهندية، لا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وإليكم التفاصيل. तुम हमको बड़े नसीब मैंने पाया मेरा घाटा मेरा कुछ नहीं। لقد قامت المغنية الهندية نيهاكا كار بإطلاق أغنية جديدة مساء يوم الاثنين بعنوان أوساجنا، وهي طبعة جديدة لأغنية المغني فالكون باتاكا التي تعود لفترة التسعينات، إذ لم تتوقع نيهاكا كار أن مجرد إحياء أغنية قديمة من شأنها أن تتسبب في شن هجوم وتنظيم حملة ضدها، إذ أثارت هذه الطبعة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لكونها أفسدت ذاكرة طفولتهم، كما قاموا بمهاجمة شركة الإنتاج تيسيريز ويطالبونها بالتوقف عن تخريب الأغاني القديمة التي تعبر عن حقبة أو مرحلة معينة في حياتهم السابقة. तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ तुम भुलाना। أخيرا وبعد انتظار طويل سيتم استضافة غوري خان زوجة ملك بوليوود شاروخان في البرنامج المثير للجدل كوفي ويد كارن في الحلقة القادمة التي ستعرض يوم الخميس على قناة ديزني بلاس، إلى جانب ماهيب كابور زوجة النجم سانجاي كابور ووالدة شانايا كابور، وبهافنا بانداي زوجة شانكي بانداي ووالدة أنانيا بانداي. إذ ستكون الحلقة مليئة بالمفاجآت والحقائق الحصرية لزوجات نجوم بوليوود، إذ تم إطلاق المقطع الترويجي للحلقة الذي جعل الجميع متحمس لرؤية البرنامج. إذ سأل كارن جوهر غوري خان عن النصيحة التي تود تقديمها لابنتها سوهانا خان، فأجابت قائلة: أود أن أخبرها ألا توعد ولدين في نفس الوقت. كما سئلت أيضا عن عنوان الفيلم الذي يعبر عن علاقتها بشاروخان وأجابت بفيلم ديلفاني دولهانيا. ومن أكثر الأشياء التي جعلت المعجبون متحمسون للحلقة أكثر هو رفع تحدي مع غوري خان للاتصال بزوجها شاروخان مباشرة في البرنامج، وبالفعل استجاب النجم للمكالمة الهاتفية، ومضمون المكالمة سنعرفه لاحقا بعد عرض الحلقة كاملة في الأيام المقبلة. كونوا في الموعد.
بعد اتهام نجمة بوليوود نورا فتحي في قضية غسيل الأموال من طرف المتهمة سوكيش شاندراشيخار والنجمة جاكلين فرنانديز، تعاملت نورا فتحي مع الوضع بشكل عادي واستمرت في إصدار أعمالها بكل قوة وشغف، إذ قامت مؤخرا بإصدار أغنيتها الجديدة إلى جانب نجم بوليوود سيدهارت مالهوترا، والتي أحدثت ضجة واسعة بين صفوف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. لتفاجئ نورا فتحي معجبيها من جديد بفيديو ساحر وجريء على حسابها الشخصي على الانستغرام خلال جلسة تصوير خاصة مع مجلة هيلو الهندية، إذ أصبحت نورا فتحي وجها إعلانيا وأكثر طلبا في المجلات العالمية والمحلية، إذ انتشرت صور نورا فتحي بشكل فيروسي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وكما العادة هناك آراء مؤيدة لعمل نورا فتحي الجريء وهناك آراء منتقدة لجرأتها الزائدة. لقد تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع فيديو حصري لنجمة بوليوود ماليكا أرورا في حالة سكر برفقة شقيقتها أمريتا أرورا، إذ لاحظ مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أن ماليكا لم تستطع التحكم في نفسها وتتميل يمينا وشمالا، إذ انهالت عليها كمية كبيرة من التعليقات السلبية، كما أكد البعض أن ماليكا تستعمل جميع الممنوعات من خمر ومخدرات وحبوب مهلوسة، ومنهم من استشهد بمقطع قديم لملايكا برفقة العديد من نجوم بوليوود في أحدى حفلات كران جوهر المجينة. إليكم هذا المقطع. मैम थोड़ा आगे आ जाना मैम थोड़ा आगे आ जाना इधर इधर आ इस साइड बस मलेगा जी थोड़ा कम जोर अरे हट ना अरे यार तुम लोग का इसीलिए तो मुसीबत है यार अभी जाम करवा के बैठ गए यार जाम हो गया जाम हो गया ओ यार थे गेट रोड खोलने दो हम लोग को यार मलाइका जी ऐसा कर रहा है ये तो तू भी ले ना यार आ जाओ आ जाओ